عبد الحميد، المناطق المنكوبة لها خصوصية كما ذكرنا من قبل، وربما كان هناك إجراءات اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا للنازحين الذين نزحوا من هاتاي أو من المناطق الجنوبية بشكل عام. حدثنا عن هذه الإجراءات، وهل كانت عملية الانتخابات بالنسبة لهم بنفس السهولة في باقي المدن التركية؟ تحياتي لك إيمان ولجميع السادة المشاهدين. حقيقة قبل أن نتكلم عن يعني الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، دعيني أوصف الوضع والمشهد الآن بعد إغلاق صناديق الاقتراء. حقيقة هاتاي هي الآن يعني بعد الساعة الخامسة هي هاتاي مختلفة، هاتاي ثانية، يعني كان هنالك توتر، كل شيء لا حياة في هاتاي يعني قبل الساعة الخامسة وإغلاق صناديق الاقتراء، فقط هنالك الازدحام الشديد على المراكز المخصصة للاقتراء. لكن بعد إغلاق الصناديق نشاهد الآن يعني كما في الصورة خلفي الناس كلها خرجت إلى الشوارع، إلى الحدائق، يعني حياة جديدة بمعنى الكلمة الآن في هاتاي، ينتظرون البدء في فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية أو الترتيبات الأولية لعملية فرز الأصوات. نعود إلى موضوع لجنة الانتخابات العليا. نعم لهاتاي خصوصية يعني كونها هي أكثر الولايات المتضررة في زلزال فبراير الماضي، فلقد حددت يعني هيئة الانتخابات العليا مراكز عبارة عن مراكز مسبقة الصنع داخل المخيمات وفي المناطق المدمرة للأشخاص أو السكان الذين ما زالوا يتواجدون في هذه المناطق. جميع المواطنين الأتراك في هاتاي، تقريبا معظم المواطنين الأتراك، أدلوا بأصواتهم اليوم في مراكز الاقتراء المخصصة والمحددة لهم. أيضا يعني بعض المواطنين في هذه المدينة، ولاية هاتاي عفوا، في هذه الولاية يعني، ومن منهم انتقل إلى ولايات مختلفة أو مناطق مختلفة، قاموا بالتصويت في تلك المناطق بعد نقل نفوسهم وعناوين سكنهم إلى تلك المناطق. أما من يتواجد في ولاية هاتاي، الجميع يعني أنا في دورتين سابقتين قمت بتغطية الانتخابات في مثلا ولاية هاتاي، للحقيقة وبكل صراحة هذه أول مرة أشهد هذا الازدحام في المراكز الانتخابية. خلال جولتنا اليوم في المراكز الانتخابية زرنا أكثر من 10 مراكز، كلها كانت مزدحمة، يعني كلها كانت مزدحمة. فئة من الشباب اليوم يعني كانت ظاهرة تدلي بأصواتها في هذه الانتخابات، حتى الكثير من يعني كبار السن على الكراسي المتنقلة كان يعني يصطحبهم احد ذويهم للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات. كما قلت يعني الانتخابات في الولايات المنكوبه وخاصه هاتاي، والتي تعتبر اكثر ولايه منكوبه بسبب زلزال فبراير، مهمه جدا للمواطنين هنا والسكان هنا. فهاتاي تحتاج الى اعاده اعمار سريع. مدينه انطاكيا هي مركز يعني الولايه الاصلي، دمر بشكل شبه كامل نتيجه الزلزال، يعني تحتاج إلى إعادة أعمار، تحتاج إلى يعني فرص عمل جديدة، تحتاج إلى يعني حياة جديدة. لذلك يتوقع يعني هنا أهالي هذه المناطق أن تأتي الانتخابات بأشياء جميلة لهم، بوضع اقتصادي أجمل إن شاء الله كما يقولون في هذه الفترة.